من خلال التنقل تاعنا للولايات والاحتكاك المباشر مع المعنيين، نشاهدوا باللي صح الدوله ما قصرتش في هذا الجانب من ناحيه المرافق. من ناحيه المرافق ما قصرتش. يبقى المشكل اللي نشوفونه يا شخصيا هو العامل هو سوء الاستغلال تاع القاعات هذوما من ناحيه البرمجه. مثلا في ولايه من الولايات المدرب يشتكي، يقول لك الاساس الحارس تاع المنشاه هذه يلحق الوقت يقول له خلاص انا مانيش خدام، وحنا حتى المدير يلحق الخمسه مثلا اذا كان مثلا لو باور مثلا تلحق الخمسه خلاص. نعم. الخمسه خلاص وقتي تاع الدوام ديالي انا نروح ما نقعدلكش بعد، ولا الرياضه بعد اوقات يجي من المدرسه يجي من الثانويه من الجامعه. نعم في اوقات هذا مشكل كبير. اذا واش تقترح؟ واش تقترح سي نقترح من الوزاره ولا المسؤولين المعنيين يتخذوا يعني يديروا ميكانيزمات ولا يشوفوا اليات وين يغطيوا هذا العجب. الاخر اما يمدوا للجمعيات الاخر يعطوهم يشاركوهم في التسيير تاع الاخر تاع العصلة ولا المهم يصيبوا البديل.